صباح الخير. ما فينا نكتركم، بدنا نضل نحكي ونقولكن شو في مسألة. أشي قصة حبيب الأسمور؟ بك يا جماعة تروا وندفع. إيه حكي؟ مش إنه ما حكي، هيدي إنسان أثبت إنه إنسان ما بيسو، إنسان غير كفو، مش بس لقيادة العمال، إنه إيد بيته، لأنه ملفه عن بيته ببكه. ما بدي أحكي أكتر إشياء شخصية. شين هيك حبيب الأسمور؟ هيدا كلام أنت قلته، هالكلام ما بطلق بإنسان بيحترم حاله. وقت اللي سألته للرئيس كامل الأسعد ليش الرئيس حافظ الأسد بيحترمك، قال لي لأني أنا بحترم حاله. وصحيح الحكي. إذن أنت حبيب الأسمور أنت ما بتحترم حالك، بس مشان كن أنتو مشان ثقافتكن اللبنانية يعي بالشوم عليكم. كيف انت القاضي؟ القاضي انت القاضي اللي هلا عم بتقول قول بدك توقفه. ليش بدك توقفه؟ ليش؟ خلينا نمشي حبي وحبي. ميشيل عان هيدا السافل الوسخ اللي ما في اخلاق، برجع بكرر وبقوله بكنت كل كنت اسمعه، مرته وبناته اوسخ منه، علمن الوساخه، واصهرته اللي تجوزوا بناته أوسخ من بناته ومن مرته من ميشيل عون. هيك طنجره بده هيك غطو. بزقوا على لحية البتروك صفير وضربوه كف. ما حدا منكم فتح تمه. أنت القاضي عيب، قوم وقف وشوف فيلم زاد ولا أنت قاضي، أو أنك أنت مش بمستوى قاضي. عينوك بعد ما بس صبوتوا انت وعمتك وخالتك واهلك وعمتك تعينك اللي لازم يعينك، المدعوم من النظام الارهابي بسوريا والان من المنظمة الارهابية اللي اسمها حزب الله. اما اذا كنت كفو شيل هالملف عن ايديك. شو بدك من حبيب الاسمور؟ اثبت انه انسان هو ما بيحترم حاله. تراك البترك بتركن للوطني، لانه البترك بموقفه السيادي والوطني يلي هول كل نحاربه من ميشيل عون، هذا افتاح الملف وفوته الميشيل عون على الحبس. مليك قلب لحنا نفوت لك يلي تعتلهم. خليني كفي. جون عبيد تعهد عند المخابرات السورية بعلاقاته يلي هو ماشي معهم واستفاد بهالمال، اخد 7 مليون أو 8 مليون دولار من رجال الأعمال الفلسطينيين بالخليج العربي بالجزيرة العربية تيهدي الضباط النافذين بنظام الإرهابي تبع حافظ الأسد حتى يرضوا عليه ويبني قصورة ما اشتغل بربع ليرة، ما بيعرف يكتب مقال بالعربي، بعد ما اجتمع مع البترك وداخل الوساطات وبيت الأسد مستقطلين انهم يوقفوا البترك من قصة حبه للبنان، دعموا للسيادة، دعموا للاستقلال، دعموا لبناء الدولة، دولة الدستورية اللي بتأمن اللي بتخلي قاضي محترم يصدر مذكرات التوقيف. بس قولوا على جان عباد، جان عباد بيطلع البرة لمن ما قبل معه فشلت مهمته بده يروح يقابلهم بسوريا وفشلة. أشو الكلام اللي ما حكاه للصحفيين بالصرح البطريركي بعد ما طلع البرة؟ الله يرحمه الأستاذ نديم دكاش كان يخبط على الطولة وينرفز قدام الناس اللي عم بيحكوا معه ويلي يتصلوا فيه بالتليفون انه على بكركي انه تصدر فيه حرمان انه هذا مش ماروني جون عباد. الله يرحمه الاستاذ الكبير المثقف العظيم نديم دكاش. سليمان طوني فرنجية، انا بدي احكي لكم شو اش بدي اقول عن البترك بهيك التصريح بالصوت وبالصورة، مثل جون عباد ومثل ميشيل عام عملوا شرموطة من المينة. سليمان فرنجية اللي جاء على بكركة أعطوا حد الدكتور سمير جعجع بهني فيه، هذا عمل صحيح لأنه الدكتور سمير جعجع بريء من قصة إهدين. أنا بسميه الكنيها عندي كل تفاصيله، بريء أكتر ما أنتم متصورين. غشوه قبل بيومين عينه، برافو عليك، بس حطت الكبي على راسك تتحميك من الشمس. يا سليمان باك اسمع كتير منيح وانت مغلط كتير،
هيدي الكبي اللي بتحطها على راسك وبتحميك من الشمس، هيدي الكبي اللي بتحطها على راس احد اولادك وبتحميك من الشمس، هيدي الكبي الثانيه لابنك الثاني، هيدي اللي بتحطها على راسك وعلى راسهم تتحميك من الشمس. انا عم اعطيك الاسرار مشان تسمعها كثير منيح. انت القاضي افتح هالثلاث ملفات، ميشيل عون، جون عباد، سليمان فرنجي، حبيب الاسمر، انه شو عم تعمل؟ عم تقطش شابو تتحمي راس، عم تقطش شجره تتحمي غابه. هال اللي سرقوا مال لبنان، هال اللي سرقوا مال لبنان، افتح لهم ملفاتهم. لمن انت قاضي كتير محترم، اوعى تخليهم يلعبوا فيك، شيل الملف وشلحا، قلن بالحرف الواحد، وهو حبيب الاسمر استقيل من رئاسة العمال، ما بطلق عليك ملفك عن بيتك بالداخل كيف مستعملين لك، ما بطلق على شرفك وعلى كرامتك. انا عن حكيك حبيب الاسمر استقيل، واش بدك من القاضي؟ ليه بقى تطلع بهالملف؟ عيب، هال الملفات افتحون. القاضي العسكري افتح ملف ميشيل عون لمن كان قاضي جيش. كلنا بنعرف الجيش اللبناني كان كتير مقهور من كل الميليشيات، مش من المسيحيين، من كل الميليشيات. اخذ عذر السافل الوسخ ميشيل عون وذبح المنطقة الشرقية، بركي حافظ الأسد بيرضى وبيشفوا عليه وبيعملوا رئيس جمهورية. إذا ميشيل عون السافل اللي ما في أخلاق اللي حطينه والله أم عين وعزب الله رئيس جمهورية لبنان، أي لبنان وأي جمهورية ومن فرقة معه منه. خلوني يكفي واسمعوا كتير منيح. استعمل الضباط الوطنيين الشرفاء، يا حرام، بيروح وطني من عارفين غشون، والضباط اللي هني لقلوا 100% تراكم بالسكنات، واستعمل اللي بيحبوا وطنهم. وبهيك الوقت الجو منفوخ ومنفوخين اللبنانيين والجيش اللبناني من كل شيء اسمه ميليشيات، مش من فئة معينة. وذبح المنطقة الشرقية من الوريد للوريد، ما في تحقيق واحد في ورقة صغيرة عن هالعمل الشنيع. كلكن بتعرفه مصريات لبنان، مين سرقه؟ الياس الهراوي لمن عينوه رئيس جمهورية، الوزراء اللي عينوهن حد منه اللي كانوا نافذين من النظام الإرهابي بسوريا، ونفس الشيء أميل لحود، هن اللي سرقوا من لبنان. والبعض منهم بيضوا العملة، عملية لندري ماني، شيء ما بيتصدوا بالبنوك، ولو بيعوا البنك بعدين. هذا اللي تم. هول افتحوا الملفات اللي من بكن تحكوا بهدوء وبرواء. هول فوتوهن على الحبوسات. بس لا، بنظركم هول كبار، مش هيك بتعتبرون؟ بتعتبرون كبار؟ معلش لكن رح سمعكم مشان تشوفوهن الدشن كبار. يا حرام على لبنان، يا حرام على لبنان، على هالمجموعة الزعران اللي سرقت لبنان بهالشكل هيدي. ايه يا كبار، يا كبار، شو كبار انت؟ يا كبار، يا حرمية لبنان، انت القاضي اللي بملفك اللي كان مش ملف حبيب الاسمر شيله من ايدك، واحترم حالك وليه احترم حالك. ايه يا كبار، سمعتكم سمعتكم. يا كبار، هني الكبار، هول الكبار. كبار بشو؟ بسرقة مال لبنان. بدك تفتح ملف حبيب الأسمر، بتفتح ملف ميشيل عون بالبزق على لحية البترك وضربة، تفتح ملف جون عباد وملف سليمان فرنجية، تفتح ملف الخمستعشر مطران
المأجورين اللي وقعوا العريضة ضد البتروك، أوبديم ميل ساني أباشة، طبييد العملي بالمصرف اللي مبيع، وسليمان فرنجي. ما بعرف كيف لمت العملية المصريات على البترك سفير. انت اذا كنت قاضي محترم، شل بسيط حبيب الاسمر، شو بدك فيه؟ زيل البيت وتاخذ مركز، ما بدي يعطيك ملفة. اللبنانيين كلهم بيعرفوا ملفة. هذا الشماس الوصخ اللي قبض ميل، كله المظلوم استعمل، هذا اللي اسمه المطرون مظلوم، اللي استعمل عملية الدفع بمال ثاني أباشة، طبيت العملي المصرف بلبنان وسليمان فرنجية. هذا السيفل الشماس. انت بتعرف بالكنيسة بتبلش القداس شابيتر أول، شابيتر تاني، شابيتر تالت، رابع، بإحدى المناسبات هذا الشماس الوسخ الماشي مع البطرق صفير يحط التلاتة بعد الخمسة ويحط الخمسة قبل اثنين، حملوها بالصوت على انه البترك خرفان، البترك صفير، هذا البترك السيادي الوطني الكبير. هيدي ملفات افتحها لمن انت قاضي، مشان شو يلعن ابو المعيش؟ كل الناس بتاكل وبتخرو، كل الناس، الاكل للكلاب بامريكا لما بتفوت على السوبر ماركت بتقرف من الاكل، التطلي المربى التطلي 400 شكل بيشتريه بفرنكات. هول اللي سرقين لبنان ما بيتروقوا مثلك انت القاضي، قل انتفع هيك وطن وروح على السفارة الامريكية، اطلب اللجوء السياسي وافتح لهم ملفاتهم، واطلعوا انت وعائلتك عود بامريكا وخلي كرامتك عليك، علم بالجامعات. حيش بقى راكعين بالشكل الشعب اللبناني؟ الرئيس لينكن بيقول شجرة الحرية تحتاج من وقت لوقت الى دم. خد هالسيف الوسخ اللي بيجعر كل النهار حسن نصر الله. حسن نصر الله بتجعر وبتشهني، انا راح اقول لك اذا كانوا عايزينك بدك تحكم لبنان وانت رئيس جمهورية لبنان، لانه جنوب لبنان بدها تبيعه ايران وخالص، وبالاساس هو ليس ارض سورية، ليس ارض لبنانية. معلش انا عن اعطيك المعلومات، خذها ايران بالصفقة اللي عم تحكي فيها تحت الطاولة، خدوا جنوب لبنان وانتي بتحكم لبنان حكام. اما اذا خلص دورك بليحيتك بدن يجيبوك على المحاكمة بليحيتك، وبدك تجي. شو كان الخلاف لمن وصل السفير الروسي؟ شو قال له لا صلاح جديد؟ قال له يا صلاح بدك تعترف بالقرار 242. قال له ما بقدر اصدرنا قرار انه ضد ال 242. قال له لكن حافظ الاسد بده يعمل الانقلاب، بعد 3 ايام عمل الانقلاب. وقت اللي اجوا تيعملوا الوحدة، صلاح البيطار بالاذن من الاستاذ جهاد كرم، صلاح البيطار وافق على القرار 242. العرب مصرين بغشمنتن وبتفاهتن لدولة فلسطينية. ما في دولة فلسطينية، أبناء الطائفة اليهودية كانوا موجودين قبل الفلسطينيين بإسرائيل. أكثرية الفلسطينيين أتوا بالبواخر من اليونان، لأن المنطقة كانت معتزة كثير. إذا مش بدنا نحكي شو هالجريمة إذا الفلسطينيين انضبيتوا بالمملكة الأردنية الهاشمية ومشينا فيها وخلصت القصة كلها. صفقة القرن، انتو المعارضة السورية، الائتلاف الوطني السوري، نحن ما منقبل بتغييره وتغيير أشخاصه. أما هو المسؤول تجاه الرأي العام كله والمعترف فيه انه بيمثل الشعب السوري، ليش هالسكوت هذا كله؟ حصل الانقلاب وعملوا حافظ الأسد. ياسر عرفات ما أيد الانقلاب لحافظ الأسد لأنه خايف من الصاعقة اللي تتحكم. كلكن بتعرفوا لما لقيوا حافظ ياسر عرفات بسوريا بده يعمل عمليات على الجولان، عملوا عملية كمشو حطوا بالحبس تحت اتهام انك انت فوتت ديناميت وفوتت ما بعرف شو كذا تيحيكموه، وفيت على الحبس. ام جهاد بالشام بتقول ميالي اني تفاجأت لما دخل ياسر عرفات وجوزي ابو جهاد الى البيت، قلت هول ما بقى نشوفهم بحياتنا. شو بيقول له حافظ الأسد؟ بيقول له لمصطفى طلاس بعد ما خلقوا التركيبة يلي فيها أحمد جبريل وهذا الشاب التاني اللي كان بالجيش، نسيت اسمه، بلكن اسمه،
وعملوا عملية على الجولان بديناميت، يعني ضرب ايده حافظ الاسد، طلب مصطفى طليس، قال له بتقلن اي عملية بيعملوها بالتنسيق معنا، بالتنسيق معنا تيكم شو هان الوسيط بين المعلم وبين حافظ الاسد، لما المعلم جاب حافظ الاسد بينه وبين شباب من ابناء الطائفه العلويه الكريمه بتركيا ما بيحكوا عربي، ما في ضبط بالحكم عند الرئيس حافظ الاسد من ابناء الطائفه العلويه بيعرف السر، اولاده بيعرفوا السر، الشباب باسل وبشور والثالث شو اسمه هذا اللي معنتر بحاله هيك شو اسمه ما بقى نسيت اسمه، قلن السر وبتكفوا التعاون بواسطة أبناء طائفة العلوية اللي هني على اتصال وبتوصقوا فيهم وبتكرمون عطول بتكرمون ليشتري لهم ضميرهم. إذا وصلنا لها الائتلاف الوطني السوري صرتوا عارفين كل شيء، أنتوا اليوم مسؤولين، أنتوا المسؤولين عن الهلال الخصيب قبل دولة إسرائيل على المنطقة اللي بيحكوا فيه بنحكي فيها عربي، أنتوا مسؤولين، افتحوا على دولة إسرائيل على هالدولة المتينة ليكوا قدامنا. أبناء الطائفة اليهودية الكريمة ما عطيتن الأرض، هي الكرة الأرضية ما عطيتن حقهم، هني عطيوا الكرة الأرضية، أهم أساتذة بيعلموا بيخرجوا هالطلاب، أهم كتاب، أهم أطباء، أهم مهندسين، أهم تكنولوجيا، هن اللي عم بيفتحوا سبيس حتى يخلصوا البشرية من القهر، ما عطوهن شيء الكرة الأرضية، الكرة الأرضية ظلمتهم، انقهروا تيشتغلوا، نحن العرب انفتحت هالسماء ورشوا لنا هالنفط وهالدولارات وقولوا لنا خدوهم حتى نخلي هالسيفلين من عرب من عرب من عرب من عرب من عرب الشمال عرب المي دول الهلال الخصيب يعيشوا بلندن وبباريس وبجنيف ويتنعموا بالبترودولار. سفالة وحسالة الناس يا أهل النفط خدتوها من عنا تعيشتوها بباريس وبلندن وبجنيف. نعم أنا بحيي الدكتور مصطفى علوش، كان عنده الجراءة أنه على التلفزيون يقول استاذي من أبناء الطائفة اليهودية الكريمة بفلوريدا ليكو شو علمنا تعمل طبيب. قديش الدكتور مصطفى علوش بيساعد ناس ما معن ربع ليرو بشمالي لبنان وبيطببن ببلاش، مش سببها هذه الأساتذة من أبناء الطائفة اليهودية الكريمة؟ أنتوا الائتلاف الوطني استقيزوا بكم، أنتوا الممثلين الشرعي للشعب السوري، فتحوا على دولة إسرائيل هي الحل الوحيد لألنا كلنا، وإلا ما في حال، لح يجي السفير السوفيتي ويجيب أسفل وأوسخ وأجرم من حافظ الأسد، بالقليل حافظ الأسد كان عنده شيء اسمه اللي يسلم لإله يعفى عنه، اللي بدن يجول بيسلم وما بيسلم ما رح يعفو عنه، وكان يفيده ويتركه ياكل ويشرب وياخد مركز. اسمعوني انتو المعارضة السورية، اسمعوني ولا تغلطوا ابدا. تحية تحية الى دولة اسرائيل، هالزعماء الكبار اللي بنيوا هذا البلد، روحوا فوتوا على دولة اسرائيل وتفرجوا، الرئيس بن غوريون، الرئيس جولدا مايير، الرئيس ليفي إشكول، الجنرال مشديان، الرئيس شيمون بيريز، الرئيس إسحاق رابين، هالرجالات اللي تعبت ما لبسوا طقم من عند لونفان إلا كل شيء عادة بنص الكم يفوتا ما بدن وجهها ولا يبرموا على الوجهة بنص كم القميص حتى يبنوا وطن بيتحاكم فيه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية إذا كان خالف القانون. إذا بيثبت على الرئيس المنتخب بنيامين نتنياهو أي إدانة بكنشوفه بفوتوا على الحبس. نحن بدنا نكون على صورة ومثال
هذه الدولة المهمة. ما قلنا حل لأجيالنا إلا من خلال دولة إسرائيل. استقيزوا، ضحى الشعب اليهودي بكل القرى الأرضية، القرى الأرضية ما عاد توعد يتغيروا. هذا الكلام الصحيح، نواجه الحقيقة. ياسر عرفات أيد حافظ الأسد تما يخلي الصاعقة تاخذ له المركز، هو اللي بده المركز. صلاح البيطار أيد القرار 242. هني بيعرفوا مش بس ممنوع الوحدة بين العراق وسوريا، ممنوع الصداقة، بدكن تكونوا على خلاف. فهموا المعارضة السورية، فهموا أرجوكم. هذا هو الحال. القاضي اللي بإيدك ملف حبيب الأسمر بتشيله من إيدك، احترم حالك. هو غير محترم لأنه ما لك حق بموجب القانون تقوم عليه الدعوة. قوم على ميشيل عان وعجان عباد وعلى سليمان فرنجية، افتح ملفات المفساد بأيام الياس الهراوي وإيميل لحوت كيف انسرق البلد. جيب حسن نصر الله على الحبس للي خلى ميشيل عان وبناته أسهرته يسرقوا البلد بهالشكل. هذا كون قاضي بمستوى فيلم زاد. جبان لتعيش، عيب تكون مزلول. الزل عار بتاريخ الإنسان. كون شعارك لا أقبله، لا أقبله شو؟ لا أقبله العيش مزلا. إن جهنم بالعبد أحسن منزلي، ما بعرف كيف بيقولوا الشعر. لا أقبل معيشة الذل، إن جهنم بالعز أفضل منزلي. عيب عليك قاضي شلحها، ترك هالشر. هيدي الوسخة قاضي من بيت عان بتسوى صرمية. إن شاء الله يوصل لي ملفة تشوف، تشوفها شرشوفي ولا شرشيفة. ترموا حيلكم، اسمعوا اللبنانيين. بحبيب الأسمر بده يرعبكم ميشيل عان بنظامه البوليسي وروح حزب الله. يعطي الدرس مشان كلكم تركعوا. أبدا انتوا رفضوا. حطوا الأعلام اللبنانية على كل البلكون تبعكم، ورددوا كلمة الرئيس الولايات المتحدة لينكولن. شجرة الحرية تسقى من وقت لوقت بالدم. شكرا وألف شكر وأهلا وسهلا فيكم.